هسه طلعت همزان الشماسه. انا لازم اروح للميجا ماكس لانه اشتري لي شي ادابت هسه ركبته بالاوبان، بان ما تعرفون انه مشكلتي انه انطيت الاجازه لمده شهر، فهسه انا بالمواصلات بالاوبان وبالباص وهم بالبايسكل. انه وصلت بالالكسندر بلاتس وهياتها الزمري راح نتكلمات وكله وراي بنشوفهم بعض سوبر تبع الايباد، طبعا انه هاي اخر وحدة هنا لقيتها بس السعر 45 مال انه يو اس بي سي، وهذا اللي انا لازم اشتريه الوات سي مال جيمنج يعني، وهنا هم اكو خانة بس للجيم. طبعا انا هسه بالميديا مات مثل ما قلت لكم، ولقيت هذا الشيء اللي انا كنت دا ادوره حطه بالايباد يقرا الاس دي كارد يعني مال الكاميرا. سالت الموظف وقال لي انه بعد ما عندهم اي لابتوب من الماك بوك يعني الابل، انا كلش جهت يعني اريد اقول كتشي بس دا شفت وين اقول اشوف هذا المحل. أنا بصراحة أنا بس أقدر أشتري محابس إنه عندي بادي بنسب فديلك بها سوا نصار انه كلش حلو. احنا هسه بالمحل مانجو، هسه الموضي انه البناطير يكونوا هيجي عريضات.
هم الربطارون الجلد هم استخدم ديالة. هسا طبعا يمنا راح يجي الخريف يعني الهابس ما عرف شنو يعني من فعل الوان انه تلبى لهذا الشيء. انا هسا بالمول بعدني في هذا المحل فيكو برانتي لبس مشهورات كتاني اجوا المخرج على المول. زحام على الالكسانا بلاتس يا الله افضل فعل انه احنا سكنا هاي الساحة بس انه صار انه كل شوارع بكل مكان انه تعميرات نعم انا للأوبان ونحسى هنا دائما واحد يبني لان الأوبان هي شي كبيرة انه سوينا هيك وعملنا اجيات ونحن للبلد عميشنا دائما هنا هاي هنا الخضروات هنا الليمون هنا الليمون هنا أخذ واحد من الزلاطات ونشوف شنو آخر عن الخضروات وجوا الخانة مع شنو جوا الخانة مع العصيرات جوا خبز أتوقع أنا راح أشتري نيف صمونا على كلش صعوبة صراحة طبعاً أنا سجعت فأجيت بس يم المحل وسطة حتى أنه أشتري لكم طبعاً أنا هسه رحت للمطاعم رسقة هو من أشهر مطاعم في برلين عربي وأكله طبعاً كلش طيب وقت طبعاً هسه وصلنا للأكل الرئيسي الطيب هو أنه مع المطعم رسقة وهنا دا تشوفوني شلون دا أكل اللفة وأنه العالم دا يتمشون كان جو حلو هنا دا تشوفون دا أشرب كولا زيرو على مود الدايت لأن هاي ما بيها شكر وحتى ما ناخذ سعرة حرارية هواي وأتمنى أنه استمتعتوا بهذا الفيديو واشتركوا بقناتي وحطوا لايك وأتمنى أنه دائما تستمرون متابعة شكراً.